ازيكم يا شباب؟ معاكم حلقة جديدة مع اياد جيمر. النهاردة نلعب لعبة جديدة، لعبة ماينكرافت. مش لعبة جديدة يعني، ما لعبناش بقالنا سنة، يبقى لعبة جديدة بقى خلاص، ده قانون جديد. اي لعبة ما لعبناش من سنة تبقى لعبة جديدة. النهاردة يا شباب بنلعب تحدي سرفايفل في وورلد جديد مع الاستاذ عزة. ماشي، المهم يلا بينا نبدأ باللعبة. يلا لا، بداية يا شباب، انا كده بدأت العالم ولقينا قرية والاستاذ دخل، مانيش عارف اختفى، باين اتمسح من على وجه الارض، باين ذهب ولم يعد في الفيليجر. السلام عليكم. ايه ده؟ ده يفيدنا برضه. هنا حطينا هنا وهنا وهنا. بصوا دي ايه ده؟ انا لست محترف كيبورد. دوسوا زر اللايك عشان نكمل هذه السلسلة. ده انا كده وكده، دوسوا زر اللايك وسبسكرايب عشان عايزين نوصل بقى 100 مشترك. 100 مشترك. احمد انا مانيش عارف اعمل ايه. ازيك يا عمو؟ بتواصل معاه. يا احمد، احمد قلب كروي يا جماعه، لازم ننقذ هذا الولد. هذا الولد يتاثر من الكرويين. اين انت؟ جالي رسالة. مش كل شيء هذا. ثانية واحدة. اوكي، نبدأ هنا ونلقي. ايه ده فرايز؟ لا ده بوتيتو. دي بوتيتو بس مش فرايز، دي فرايز. احمد اين انت؟ بص يا احمد، قلب بس. تعالى يا ابني، اقسم بالله هجيبك. استنى يا جماعه، قولوا لي افضل سنسيفيتي اسمه ريتوشن سبيد. قولوا لي هخليها. انا مخليها 8 بس هي 18، شايفها سريعه قوي، بس في البو محتاجه 8 الصراحه عشان بلعب على الكيبورد. احمد تعالى ورايا، وتعالى بس تعالى احمد. بص دي معايا ايرون ناجت، جولدن ناجت. حذفته. انا لمت هدف. بيتك مش مكتوب يا ابني ستوب دونت دروب. اقسم بالله انت ما دوستش اشتراك. مش هبدا اللعبه غير بعد 5 ثواني. 5 4، دوس لايك وسبسكرايب لحد ما معاك 5 ثواني. 5 4 3 2 1. دوست لايك وسبسكرايب. كمل المقطع عادي يا حبيبي. قولوا لي بقى التحديات عشان اعملها مع هذا الكفته اللي بالطحينه وشرب الكوارع. ماشي، قولوا لي بقى التحديات عشان اولع فيه ده، ولا اعمل له في البركان، ولا والله يا كراوي. قول لي اعمل فيه ايه والنبي. لحم خيار. لحم كبش. لحم كبش. بص انا عايز بيف وتشيكن. انا عملت البيف لسه. احمد اخذ الوصيان. احمد افتح ايدك، هات ايدك في الحقيقة. ده بعدين انا اتكلمت. انا ما اتكلمتش. اجري. اه
ده كلام ايه ده؟ محدش ملاحظ حاجة شوف ده مين اللي سلم عليك؟ يلا امسكك اسف والله العظيم اسف اقسم بالله اسف ده ايه ده؟ انا اسف كسر اللي يمشي تعال يلا يا فيلجر رد عليه مش معنى انا طيب ليه؟ وقعت في الكهف الله الله ايتي بطة بقول اقول لك توكتا وتسيبني ماشي؟ ما اقول لك نكتة اقع في المي ممكن تسيبني طب اقع في المي يا جدعان لا اريد هذا جو ذا ماني تعالى يا كوبي رايت احمد نو طالما بغنيها في بقي تعالى يلا دوس لايك وسبسكرايب ناو اور احمد بيجري بسرعه ده لاج ولا شنو يجري اللاج لا لا يحصل لي لاج انا عندي النت وحش فعندي لاج قبل بيجري عم الفيلجر ممكن اكل دي بس شوف عشان ما بدوس لايك وسبسكرايب الله عليك يا احمد 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 عامل ايه؟ سابني الحمد لله بص بقى طيب لا 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 افتح ايدك لا 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 اجري هلو ابلع لحظة الحرب مع احمد يلا كنت فورتنايت يا احمد بالماينكرافت نعود بعد قليل بعد ما نلقي احمد درس خد يوم تعال مين تعبت الودا زعلان ايه ده انا كنت مفكر ان هو كنت بتصور احمد ما شايف ان انا بصور لا حط بص ايه انا رايح اكل بطاطس يا عم تضربنيش انا في يا عم ما تبص لك ركن القرعه خد اكل كامل يا خد الطاير الله يجي بطة دوست انا اكسبكت بصوا يا شباب انا مش زي احمد واجه السكيلتون بقلبي يا ابني واجه السكيلتون يا ريتني ما اتكلمت انا انت انت امك في ببجي ايه يا اخي هتزعلني في ايه؟ لما كانت في ايه؟ انا كل ما انا كل حالي حالي ايه؟ احمد قتل الايرون جولي احمد في الفروم هاي بليز ايه ده انت هنا يا احمد ايوه ايه ده اللي جابني هنا ويلكم تو انجلاند ده عندي هذين وماشي نفاي ثم نتوك جيش الكريمر ازيك عامل يا حبيبي ايه احسن خد على تدميج تعالى كريبر احبك احبك انت اخو احمد اسف يا انا كلمتني على بكره خد يا احمد الشراب ده ابلع الشراب ده للاندر مان بس الاندر مان اختفى تعال يلا الاندر مان على انا اللي جابني انا اللي جابني هنا ابطال الجمهور يا عدو ده انت يمك يا ابني ايه يا ابني جايبني من هنا يا ابني وانا عملت لك حاجه يا ابني
روح كلم يورو برايم قول له هو اياد عمل لك حاجه. روح في جنب. روح ايش ايش يلا يا زبال تعالى ايش 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 يا جماعه انا هعمل كده سكيب كت كت راح على القرية. ها انت رايح تاني يا ابني؟ الجمهور يقول ما الذي جوه بيت احمد ولا النتيجة هي هذا؟ النتيجة هو ان السكيلتون زعل من احمد. سلام عليكم. كان جوه فينوزا هتعمل ايه؟ بس يلا احمد ننام. انا عندي انا هاي تعال في واحد عندي في واحد عندي في مانستر هير. ايوه في مانستر هير حطه من الناحيه الثانيه عشان يخفف اعراض البرد. ايه ده سبايدر مان؟ سبايدر مان ولا سبايدر شين؟ خد ورد سامحني هو كلب. اه انا عارف. امشي امشي هس هس يا جماعة ايش يا عم ما دك يا كلب امشي. ايه انا هعمل حاجة ايه ده الف وارجع تاني. اه راح شاف اخويا احمد وجابه اهي وانت لسه ما جيتش. ايه الحرب العالمية مع البطاطس والبيض؟ يلا ما تفتح ما تفتح شيل البيض خدوا 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 امشي يلا انا هدافع. انا سبت بس باخد حاجتي اتكلم صوره. اه تصدق بابا مع السلامة. لايك سبسكرايب اشتراك. الله يسامحك يا ابني. الله يسامحك يا ابني. الله يسامحك. هش عليه هش عليه. تعالى وزي 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 اقفل على وشك والله. حرامي حرامي. انا احط اليدي يعني مثلا. تعالى تعالى انت حاربتني يعني؟ انت حاربتني؟ تعالى بقى قدامي. تعالى في التاني. في الزبالة التاني. هنخوكم الزبالة. خلاص خلاص انا شايف يعني. تعالى استنى يا جماعه اديله على ايه ده ازيك ام الفيلم زانت هاوي والله لازم اجيبك لك كربة مع كربة. او او ايه ما دي ناقصه ايه ترمى عليا ده ترمى عليا الطريقه للتخلص من احمد ترمى عليا ترمى عليا يا ماما في ناس هو سيرفايفل بس في غش. دون 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 قلبي قلبك مجروح حط عليه مره ما يخاف. ايه ده صوت فلور في النايت والله. انت كويسه يا بنتي. يلا احمد ننام. ليت كريبر ام كريدا امشي يا احمد دين. انا سمع ايه ده وي ار يو ستيف سلام عليكم. ايه ده البنت ده بتقلب كمان؟ في حد ينام والباب مفتوح.
انا ما ادري. ماشي يا ودي عيالي. لا ما تقول بقى للعيشة. بصوا يا جماعة انا هنا بقيت سكن. مين اللي بيتسلق بره؟ الو كريبر ازيك عامل يا حبيبي؟ ولا يهمك ولا يهمك هصلح عادي. ايه احمد تعالى يلا صلح. ما خدت ما عندك انا ما عرفت يعني. اخد ايه اخدم نفسك. ساعد نفسك بنفسك هتلاقي حد يضربك على فاك. انا سامع دي واحد بيقولها ساعد نفسك بنفسك تلاقي نفسك واحد ضربك على فاك. يلا اضرب نفسك على فاك يا رب. طيب لما اضربك على عفاك انت قط على لا 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 اي اي تعال تعال لا استوليت عليها و بس الجبال حولي. الله يلعن الشعب لقد بيجو بيجو انا كنت مفكرها بيجو 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 انا قلت بيجو بيجو احلف انا ما غنيتهاش ما هيش كوبي ايوا دايمز تو يو ايش هو يشترك في قناتي ويدوس زر اللايك والسبسكرايب يعني في الفيديو ده هيجيله دايموند ثانك يو هتطلع بلاتينيوم باور جي طب يا جماعه قولوا لي يا جماعه ايه صور الفيديو الجاي ببجي ماينكرافت ستامبل جاي ايش احمد يعيط انا لا شكلي مليان اصبر السيرفر تعال احول على السيرفر الحرب دون احمد يا جماعه تحديني ايه عبال ما انا دخلت الجيم ان احنا هنلعب النهارده في العالم بتاعي فهو متحديني ان انا لو انا فزت الجيم ده وانا جايب 10 كلات يعني هو يعني 10 كيلات انا هحسبها ماشي هيفرقع البيت بكل حاجه انا بنيها ايوه ممكن تخيلوا بقى لو جابني 10 كيلات يلا انت ما عملوش مش انا مانيش عارف اعملوش انا عملته بالاسود يعني حرام برضو بص بص دلوقتي بص بص بوكا مات
كمان. او ماي جاد. هدا كمان. دون 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 احمد خليه من 10 كيلات وانت لازم تجيب 10 كيلات. يلا خلصت. ايه ده المود حبيبي سحبت فتره على القناه بس هرجع لها تاني. يلا تحاول سرفايفل ولك انا نحارب فين يا عم؟ انا حارب هنا في البيت جوه البيت. بصوا يا جماعه ده طبعا يا س... يا س... يا س... يا س... يا سمكه انا عامل سلاش ومش عارف ايه. يلا يا احمد 10 كيلات في الحلبة ابل. واحد اثنين ثلاثة. يا ولد يا لعيب يا اسطورة. استنى يا احمد استنى. والله انا نزلت حاجة اقسم بالله اقسم بالله نسيت ان انا اعمل السنس بدي. يعني ده يرضي مين؟ دي مش محسوبة. يرضي مين؟ يرضي مين؟ انت مستك اصلا؟ تلميتك؟ لا! اقسم بالله. تعالى لا والله العظيم اديك الددع. تعالى! ددع! اه ما ددع! بوبو! بوبو! بيبي بوبو! بصوا على حبك كده بص شكله جميل. ابلع اه ازاي ما تتحسبش ما تتحسبش. ايوه ده تتحسب فين فروم اي بليس. هي المفروض تبقى ايه؟ واسكيلد مالش فيه. هي مالش فيه كده. مش عارف ان ده ورا تريلون. الو اينك؟ مهم جدا مهم جدا. يلا يلا مين صعب صعب صعب. اعمل لي تليبورت. اظهر كده دي بطة. انا اظهر. دون 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 دون. اوه ماي جاد واو. في المونتاج كده ثلاثة وانا اتنين. الله احمد ويديك من فوق القلعة. ده شايفني الله الله على الام الله على الام اهو الله على الام الله على الام ام بطة. ابلع ابلع ما تجرنيش. الله يعين. قلنا ايش؟ قلنا بطاطا. قلنا ايه؟ بطاطا. انت هيلسك كام؟ هيلسي مفيش. انا جبت
ستة أربعة أو ستة حسب المونتاج. أحمد عيني لسه ما ترزبنش. أنت بقى تكمل يا جماعة. الشيلد بتاعي ما بيحميش ليه؟ لا تعرف حاجة اسمها ماين كرافت أصلا. وأنت قلت على البركة وقلت يا عم. أنا اللي منزلها برضو ليك. سؤال خمسة ستة. ده ما بيدمش ليش؟ نبدأ من الأول. نبدأ من الأول لا نبدأ من الأول. أنت مش عارف كل اللي أنت بتشوفه أصلا. صفر صفر. ما أنا ممكن أحطها في المونتاج وأنا بشوف الفيديو. ما انت حمار برضه. طب انا اعرف ان احنا كسلنا ازاي بقى. نكتبها تحت. تكتبها على المونتاج كده في الجيم. طب ازاي احنا نعرف مين اللي هيكسب؟ انا هعرف. انا بحسب. انت كده خمسة خمسة سبعة. واحد. انت انا صفر. خمسة سبعة. خمسة تمانية. انا خمسة وانت تمانية ولا انت خمسة؟ انت خمسة انا خمسة وانت تمانية. سؤال. كيف ما جيت فيك ده بمشي. اتفضل بقى لعيب موبايل. انا ما بعرفش العب موبايل. الله عليا. كام تسعة خمسة تسعة. كم انا عارف. هاي فكر الباقي. العشرة. يلا اتحولي كده. استني يا جماعة ودع واجي. كنت بفكر يا جماعة ان انا اعمل له كوبي. مانيش هادر لحظة العزينة. البيت اللي انا قعدت العب ابني فيه كم ساعة؟ واحد. ساعتين. مع السلامة يا سكني. ولا ملهوش وش ولا اي حاجة. مع السلامة. ودع ايه؟ هو البيت بس. هو البيت عشان البيت ده اقطع حاجة. لا ما معرفوش يا ابني. اول حاجة بس يا شباب لحظة حزينة. نشوف هو بينفجر. لا لسه. يلا انا هفجر كل حاجة بقى. لا مش كل حاجة. لا انت قلت لي كل حاجة. مين اللي جاب لي الفكرة دي؟ انت بقرة. طب انا 30 هكسر بيتك يا بنت كمان. ولا انت قلت. انا ما قلتش حاجه. قلت الكسر كل الحد. كسر كل حد. طب استنى كفايه. يلا يا احمد ابدا. هيحصل كلمه لاج. لا اله الا الله. هابي بيرثدي تو يو. تشا تشا تشا. لا مصور. لحظة حزينة ومزوية ورقة. هابي بيرثدي تو يو. تشا تشا تشا. لاك الكريم على المعلم يا بنتي. انا مين اللي قال لي التحدي ده؟ دماغي. مع السلامة يا كريم. انا طب يا شباب وقفنا لحد وقفنا لحد هنا يا شباب. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط زرار اللايك والسبسكرايب. واتمنى انكم تشتركوا معنا في القناة. انا هبدا لسه جديد معانا في القناة. انا هبدا لسه جديد معانا على جديد مع حياتي يا بابا. يلا سلام سلام سلام. باي.